بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم من جديد في سلسلة تعلم كيفية تحليل بيانات استبيان. لقد تم عرض في فيديوهات سابقة كيفية إدخال متغيرات الاستبيان إلى برنامج الـ SPSS. سوف نتعلم في هذا الفيديو كيفية أرشفة استبيان تم تعبئته من إحدى الطلاب أو من أحد الطلاب في برنامج الـ SPSS بعد أن قمنا بإدخال المتغيرات في الفيديو الذي سبق هذا الفيديو الذي نعرضه أمامكم. ولكن قبل ذلك، ولأن طبيعة الأسئلة الخاصة بمحاور الدراسة التي اعتمدناها كنموذج هي أسئلة مغلقة تتبع نظام ليكارت الخماسي، فسوف نقوم بتعديل بسيط في خانة فاليو في برنامج الـ SPSS على المتغيرات التي أدخلناها في الفيديو السابق. كما تشاهدون أمامكم، ننتقل إلى برنامج الـ SPSS. الأسئلة التي أدخلناها هي من سؤال رقم 1 إلى سؤال رقم 10، وكما تلاحظون في الاستبيان الذي أمامكم فإن الأسئلة تتبع نظام ليكارت الخماسي. مثلا السؤال رقم 1: تبدو ملابس هذه الماركة التي أستخدمها مريحة؟ الإجابة محصورة في 5 أجوبة فقط. الجواب الأول غير موافق على الإطلاق، أو غير موافق، أو محايد، أو موافق، أو موافق تماما. هذه الأسئلة الخمسة فقط، لذلك سوف نقوم بتعديل في خانة value الخاصة بالأسئلة. فمثلا سؤال رقم 1، نضع في خانة value، نضغط على هذه الخانة ثم نقوم بكتابة رقم 1 كما موجود في الاستبيان غير موافق على الإطلاق. غير موافق على الإطلاق. رقم 2، غير موافق. رقم 3، محايد. رقم 4، موافق. ورقم 5، موافق تماما. ثم نضغط على اوكي. كما تلاحظون اعزائي، خانة الفاليو كيف اصبحت. والان نقوم بتنفيذ العملية نفسها على جميع الاسئلة، سؤال رقم 2 إلى سؤال رقم 10. ولكي نسهل عليكم الأمر، نقوم بضغط على الخانة سين 1 في value، نقوم بالضغط على Ctrl C أو Right Click Copy، ونقوم بإجراء Paste في باقي الخانات المتعلقة بالأسئلة. كما تلاحظون أمامكم. والآن أصدقائي، سوف نقوم بتعبئة استبيان تم أرشفته من قبل إحدى أو أحد الطلاب، وسوف نقوم بكتابته على برنامج الـ SPSS. كيف نقوم بذلك؟ بعد أن أدخلنا هذه المتغيرات، كما تلاحظون هذا الاستبيان
تم تعبئته من أحد الطلاب. الخانة باللون الأخضر هي الخانة المختارة من الطالب. كما تلاحظون أن أول 3 أسئلة تم اختيار رقم 4 موافق، ثم بعد ذلك رقم 5 وهكذا. أما بالنسبة للجنس فالمال استمارة هو ذكر، دخله من $500 إلى $1000 شهريا، وهو في الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا. سوف نقوم بتعبئة هذه الاستمارة في برنامج الـ SPSS. ننتقل إلى البرنامج. كما تلاحظون نحن الآن في صفحة Variable View. ننتقل إلى صفحة Data View. في صفحة Data View نقوم بإدخال الإجابات التي تم كتابتها من الطالب. بداية رقم الاستمارة هي الاستمارة الأولى، نضع رقم 1. ننتقل السؤال رقم 1، تبدو ملابس هذه الماركة التي أستخدمها مريحة. أجاب بموافق، فسؤال رقم 1 هو موافق، وكما تلاحظون موافق هي رقم 4 كما أدخلناها نحن في خانة value، فنقوم بالضغط على 4. ننتقل إلى السؤال رقم 2، أيضا رقم 4. رقم 3، أيضا نضغط على رقم 4. سؤال رقم 4، اختار الطالب الإجابة موافق تماما والتي نرمز إليها برقم 5. سؤال رقم 5، إجابة رقم 4، أي موافق. إجابة على السؤال رقم 6 هي 3، أي محايد. إجابة على السؤال رقم 7 هي 4. الإجابة على السؤال رقم 8 هي 3. الإجابة على السؤال رقم 9 3. والإجابة على السؤال رقم 10 3. والآن ننتقل إلى البيانات الديموغرافية. سأل هنا، تم السؤال عن جنسه، فكتب الطالب أنه ذكر، فنضع رقم 1 لأننا كتبنا في خانة value أن رقم 1 للدلالة على الذكر ورقم 2 للدلالة على الأنثى. أما دخله فهو من $500 إلى $1000 شهريا، وهي رقم 2. الجامعة أيضا رقم 2 كما تلاحظون. التأكد من ذلك، كما تلاحظون 1 ذكر 2 أنثى، 2 من 500 إلى $1000، 1 أقل من $500، 3 أكثر من $1000. أما الجامعة، 1 الجامعة الإسلامية، 2 الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا. شكرا لمتابعتكم، ولمعرفة الخطوات الباقية في عملية تحليل الاستبيان تابعونا في الفيديوهات القادمة.